فقرات الحب الأعظم مكملة معكن، ودائما عم يكون عنا نشاطات. هاي النشاطات عم تكون بمختلف بقاع الأرض بمناسبة أسبوع الآلام، أسبوع الخلاص. اليوم رح نحكي أو رح يكون ضيفنا من الشبيبة السريانية بالحسكة، وتحديدا من كنيسة السيدة العذراء بالناصرة، لحتى نحكي عن العمل المصور يلي يحاكي القيامة. بتفاصيل أكثر رح نتعرف عنها مع الكاتب والممثل مع الممثل عفوا والكاتب المسرحي نور دوشة. أهلا وسهلا فيك معنا نور بلقاء مجدد عبر شاشة سوبورو تي في. أهلا وسهلا فيك وشكرا هيك بكل مرة عم تواكبونا وعم تكونوا معنا وعم تغطوا على أعمالنا، جزء كبير من نجاحنا هو أنت. تسلم، أكيد الشكر الأكبر كمان لك أنه عم تقدر وأنتن كمان تقوم بهاي النشاطات، وكمان نحن هاد تنقول واجبنا ولحتى نبين للعالم كله الشبيبة السريانية إيش عم تعمل. مثل ما ذكرتوا نور، أهلا وسهلا، مثل ما ذكرتوا بالبداية أنه في عمل مصور يحاكي القيامة، نحن اليوم رح نحكي عنه، تقدر تخبرنا عنه أكثر وإيش هو؟ طبعاً العمل اللي رح يتصور هو بعنوان السيد ليس في القبر، هو جزء من عمل تاني، من عمل من جزء تاني كان مصور من قبل شي سنتين، كان اسمه ملك على خشبة. هو كان يحكي عن المراحل اللي عاشها يسوع بمراحل الصلب، وشو هي الآلام النفسية والجسدية اللي عاشها يسوع بهذيك المرحلة. كان مخصص لآلام يسوع، صراحة بسبب شوي نوعا ما قلة الإمكانيات تأخرنا شوي، كنا مفكرين نصور جزء ثاني بس نوعا ما الإمكانيات ما كانت مساعدة شوي. نشكر ربنا هلأ عم نجهز، رح يكون التصوير بكرة إن شاء الله. الجزء الثاني هو عبارة عن عمل بسيط، برومو صغير ممكن يتجاوز 5 دقائق، يحكي عن قيامة يسوع، وطبعا التركيز الأكبر رح يكون عن مريم المجدلية من إنجيل متى، كيف هي زارت قبر يسوع وتفاجأت يوم اللي ما شافته، وأحداث عن قيامة يسوع من إنجيل متى. نعم، حلو كتير. كمان مثل ما ذكرتوا بالبداية وعرفنا المشاهدين أنه هذا العمل رح يكون عمل مصور، تقدر تخبرنا إيش الرسالة أو الغاية، أو أنتم ليش اخترتم أنه يكون مصور؟ صراحة من فونيتو نحن كنا مقررين نعرضه ليلة العيد، نعمله عمل مسرحي مباشر قدام العالم، يعني كنوع من الفعالية. بس صراحة شوي الجو ما مهيأ، في شوي الظروف الجوية هلا سيئة عم بيقولوا هالـ4 أيام، فصراحة قررنا نعمل فقط عمل مصور ليلة العيد بحوش الكنيسة أو ممكن تحت بالصالة خوفا من الظروف الجوية. هو على أساس كان يتصور وينعرض بنفس الوقت، بس قررنا مو نعمله مباشر، فقط يتصور تجاوزا، ممكن إذا أي ظرف جوي طارئ فرح نتصوره ونعرضه فقط عرض بصالة الكنيسة ممكن. نعم، كمان تنقول كل شيء أو أي عمل يكون من قبل هو متحضر له، الواحد يفكر لحتى يقدر ينجز هذا العمل. أنت من أين جبتن فكرة هذا العمل، أو شلون وصلتن تنقول لهلا لهاي المرحلة؟ صراحة أنا صار لي شيء 7 سنين أشتغل مسرح، تمام، بس كنت بعيد شوي عن المسرح ضمن الكنيسة، كنت عم أشتغل عروض تانية تخص قسم الدعم النفسي الاجتماعي، بس حسيت انه لازم نعطي مجال للكنيسه انه تدخل بالمسرح. نحن كثير نفتقد لهذا الموضوع عندنا بالجزيره، عندنا بالخاص بالحستك وما بعرف يمكن بالقامشلي، فقررنا هلا شوي نعمل هاي الحركه. فصراحه عملنا ملك على خشبه كعمل مسرحي مصور، لاقى صدى كثير كبير، وكان اول شيء ممكن يصير على مستوى الجزيره شيء مصور يخص الكتاب المقدس او يخص اي كنيسه بالعاده يكون مصور. نشوف افلام عاده بذاتا بمصر بلبنان، بس ولا مره شفنا هيك، قليل ما عم نشوف شيء بسوريا مصور. طرحنا هاي الفكرة، طلعت الفكرة صراحة كانت فكرة من عندي، قررت أنه نعمل عمل يخص آلام المسيح، وبقى عمل يسحب عمل، عمل يسحب أكيد. عمل، وإن شاء الله مكملين هيك بقوة ربنا اللي عم بيكون معنا. وصدقيني هيك تعب، بس تعب حلو هيك لما تشوفي النجاح بنهايته. أكيد دائما الشبيبة لما تشتغل بحقل الكنيسة أو بمؤسسات الكنسية دائما يكون في لذة غير لتنقلي أي عمل أو لأي شيء عم يريدوا ينجزوه، دائما بيكون بروح التعاون والمحبة.
تماما تماما، تمام يعني حتى الشبيبه كثير مبسوطين، بيرحب ضلينا شيء ال 12 بالليل طبعا بمساعده الملافنه، عم نجهز الديكور تبع القبر بحوش الكنيسه، فحتى الشبيبه كثير يحبوا المسرح ويتشوقوا ليشتغلوا هذا الشيء، فحلو انت بنفس الوقت ملفونيتو عم توصلي لهم رساله عميقه من الكتاب المقدس، بنفس الوقت هي شيء يحبوه ويرفعوا عن يعبروا عن مشاعرهم بهذا الشيء بهالمسرح اللي هو كمان يعني آلية كبيرة للتعبير عن المشاعر. أكيد صحيح، نتمنى لكم كل التوفيق، وكمان الله يقويكم بكل شيء عم تقوموا فيه. إذا هلأ شكرا بدنا كثير. نحكي وتعرفنا أكثر، تنقول الأشخاص المشاركين بهذا الفيلم ومضمون الفيلم. طبعا هن الاشخاص كانوا قسم منهم من قبل سنتين كانوا بمرحلة الثانوي، هلا صاروا جامعيين، كانوا عنا انا مسؤول طبعا على حلقه متجذرين فيه للمرحله الثانويه، طبعا معي الملكونيت وشادا مرجان كمان مسؤولين على الحلقه، فهن الممثلين نفسهم اللي كانوا تقريبا موجودين بالجزء الاول من ملك على خشب عم نكمل معهم هلا بالجزء الثاني المصغر، ونفس الشيء في كمان اضافه كم عنصر جديد من اللي صاروا ثانوي جديد، هن من شبيبه الكنيسه نفسها الممثلين. نعم، حلو كتير. كمان إذا هلا بدنا نحكي، أو مثل ما ذكرت خلال الحديث إنه رح ينعرض الفيلم بصالة الكنيسة، كمان تقدر تخبرنا منين الأشخاص المدعوين لحتى كمان نعرض على شاشة سبورة تي في العرض، وكمان المكان والزمان؟ هلا نحن رح نعرض بكنيسه السيده العذراء بالناصره بالحسكه، طبعا نحن صراحه مو نبعت دعوات خاصه، طبعا سيدنا يكون موجود سيدنا المطران مار موريس عم سيح نعم، نوجه له تحيه كبيره، أكيد. وطبعا نعمل دعوه عامه على الفيسبوك على صفحه الكنيسه، والحمد لله الحضور كبير نشكر ربنا، يعني عم بيشوفوا الاعمال حلوه وعم لاقى عم يلاقي نجاح كبير وصدى كبير، فعم نشوف عدد كبير من العالم، يعني فهو هذا ما هو اول عمل صار على مستوى الكنيسه صراحه، صار قبله كمان ريسيتال، اتصور كذا عمل صار قبله كمان شيء خص الميلاد، فكل ما عم ننزل اي بوست فعم نلاقي حضور، عم يعرفوا انه عم نحضر شيء حلو، نشكر الله يعني. الحمد لله. كمان إذا مثل ما نعرف، مثل ما معروف إنه دائما عم يكون في صعوبات، أو ممكن هيك صعوبات صغيرة تكون، ولكن بالوقت الحالي ممكن هاي الصعوبات عم تزيد، تقدر تخبرنا إيش هن الصعوبات اللي واجهوكن من وقت ما تنقول بلشتن بهاي الفكرة لحد اليوم؟ هلا اشقل تركي نحن من سنتين كنا عم نريد بعد سوري من شي سنه كنا عم نحاول نصور الجزء الثاني، شوي قلت الدعم صراحه، تعرفين نعم، الاعمال المسرحيه شوي احيانا عم تكون مكلفه من ازياء من ديكورات من وا 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 وا، فنشكر الله حتى هاي السنه يعني بامكانيات بسيطه بس نقول رح يطلع عمل حلو حلو جدا، يعني صراحة نشكر ربنا أبونا الياس الأب الياس قصد الياس هو كاهن كنيستنا، هو حدا داعم أحب أوجه له تحية كتير كبيرة لنا من قناتكم من شاشتكم، هو ما عم يعني عم يكون داعم لنا جدا جدا معنا بكل خطوة، داعم معنوي كبير صدقيني من لا شيء عم نخلق شيء اليوم، فالإمكانيات بكرة ممكن إذا تشوفي الفيديو كتير بسيطة يعني، بس بنفس الوقت الأداء التصوير ممكن يعطي جمالية للحدث، فهي أحيانا أقول لك أكثر صعوبة نحن نعاني منها بموضوعنا هو شوي قلة الدعم نعم للأعمال المسرحية وليس المعنوي طبعا الدعم المادي. نعم بالأعياد مثل ما نعرف ومعروف، وعم نشوف إنه الشبيبة السريانية عم تشارك بفرح وروحانية العيد. برأيك نور، إيش قد مهم إنه الشبيبة تكون مشاركة بآلام السيد المسيح وفرح قيامته عبر الأنشطة اللي عم تكون أو اللي عم تعملها الشبيبة؟ نحن كشبيبه كحلقه متجذرين فيه، نحن بكل لقاء عندنا تسليط ضوء، يعني بكل لقاء بدايته في قراءه من الكتاب المقدس، حلو نقرا وحلو نتمعن وحلو نفسر، بس بنفس الوقت قد حلو لما نطبقي هذا الموضوع على ارض الواقع، يعني هلا مثلا مراحل صلب يسوع يوم اللي اشتغلناه عاشوا المرحله مرحله بمرحله، يعني ترسخت هلا صار يعرفوا انه يسوع عاش هيك، يسوع انجلد هيك، يسوع انصلب دق بايده كذا مسمار، صار يعرفوا هدول المعلومات لانه عاشوا الحاله، فالمسرح هو شيء يرسخ الفكره بشكل كبير بذهن بالخص هاي فئه الشباب يعني، وحلو انت تشتغلي على هذا الموضوع مع الشباب لانه الشباب هلا عم نشوفهم
انتباها للثانويات، يعني للانترنت اللي صار اولويات بحياتهم، للاشياء الثانيه، للاراجيل و و فلا، لما تعطين المسرح هذا المسرح وتوصلي لهم منه رساله من الكتاب المقدس، فما بعرف، انا بنظري احسه شيء عظيم بظل هالتكنولوجيا، بظل هالضياع نعم اللي عم بيعيشوه المراهقين. في الشيء اللي عم نعمله هو صحيح بسيط، هو بس بنفس الوقت هو عظيم، فنحن عم نخلي عم توصل رساله لجوات قلب هذا المراهق، تضل مرسخه جواته على مدى طويل. نعم صحيح نور. خلينا بهاي النقطة كمان نحكي عن عائلة إيمان ونور. هل تيكون في إلها نشاطات أو تنقل؟ هل هي رح تشارك بنشاطات أسبوع الآلام وعيد القيامة أيضا؟ صراحة إيمان ونور كنا عامل كنت عم اشتغل معهم مسير اشتغلناه بأسبوع الآلام الغربي، عملته مسير خاص بإيمان ونور، وطبعا كان مشتركين شريبتي كمان بالناصر، عملته عمل مشترك كان مكون تقريبا من 100 شخص، نعم فكانوا ذوي الاحتياجات الموجودين عندنا بالعائلة، شايلين كلمات يسوع اللي شال على الصليب، شموع مسير مشاعل. بنفس الوقت شاركنا هيك بريسيتال صغير صار بالشارع بكنيسة قدام كنائس الحسكة، فكان هذا هو العمل بسيط، بس بنفس الوقت أخذ صدى كبير إنه ذوي احتياج شايل كلمات يسوع وعم يمشي مع شموع بالشوارع عم يشيل كلمة يسوع، فكان شيء جدا هيك لمس العالم كثير، والعالم كثير تأثروا. إيمان نور صراحة ما عندن شيء بعمل مسرحي او شيء، بس من فتره شيء اسبوع عملنا لنا مسير كمان مش مع يسوع، احد الاشخاص من عائلتنا لبس هيك زي يسوع وهيك دم وشال الصليب، وكنا عم نمشي بديره الورديات، فعيشناهم حاله الالام، شرحنا لهم يسوع ليش قال على الصليب هيك، يسوع ليش تالم، يسوع شلون قام، ايش الرساله من قيامته لحياتنا، فكمان كان هيك التأمل بسيط بس بنفس الوقت حلو كتير. بس هلا إيمان ونور صراحة ما قالن شيء بهذا العيد، تركيزه على شبيبة متجذرين فيه اللي عم يكملوا جزء ثاني من الفيلم اللي بلشوه من سنتين. نعم، إذا بدنا نحكي كمان أنتن كرفقات، شلون تقدروا توصلوا فرحة العيد للعائلة أو تنقول للأخوة؟ صدقيني يا ملفونيتو، التعامل معهم هو خلينا نقول جدا رائع بسيط، يعني إمكانيات صغيرة بس بنفس الوقت تحس يعني هن ينبسطوا بأصغر تفصيل أنت عم بتقدمي أكيد لهم، يعني عيشناهم مراحل الصلب خلال المسير، عيشناهم فرحة الميلاد يوم اللي صورنا لهم ميلاد يسوع، ما أكيد عرضته كمان قناتكن على شاشة صورهم، عرض العمل، كانوا هن ذوي احتياجات كمان أخذوا دور المغارة، فكتير ينبسطوا بالاعمال المسرحيه. كمان سوينا لهم من فتره سنتين شعانين، انه كمان كانوا مشاركين، سوينا مثل مسرحيه الشعانين، دخلنا هيك يسوع على دابه بالكنيسه، وكمان كانوا الاخوه عم يمشوا ورا يسوع، فكتير ينبسطوا بهدول الاعمال. بنفس الوقت شقد ما تكونين بسيطه شقد ما توصلين اسرع، أكيد بس كنت غير مفهومه ومعقده ومبهمه بالنسبه لهم، فرح تلاقي صعوبه بانه تتعاملي معها، فكل ما بسطتي كل ما وصلتي لهم اسرع. أكيد هن كمان مثل ما ذكرت من شيء صغير يكون أو يصير عندهم فرحة كتير كبيرة. نور، شكرا لهم. قبل ما نختم حديثنا لليوم بعد ما عرفنا أكثر عن العمل المصور، رسالة تحب توجهها لكل المسيحيين والصريان بكل العالم بمناسبة آلام السيد المسيح وعيد القيامة؟ طبعا رسالة أصلي أول شيء نطلب بهذا اليوم سلام لكل العالم، لهذا العالم آمين. اللي اليوم تعبان، العالم اللي عم يتألم اليوم، العالم اللي عم يتوجع بحاجة لسلام ما أنا موجود غير عند يسوع، سلام يسوع المسيح نطلبه اليوم على كل العالم، ونطلب يا رب قيامة يسوع هي تكون قيامة جديدة لكل هالعالم اليوم التعبانة، سواء نفسيا أو تعبانة من الحروب أو من الأوضاع اللي تعيشها، تكون قيامة جديدة لكل شخص على هاي الأرض، ونتمنى لنا سنة حلوة وينعاد على الجميع، وينعاد عليك آمين. أنت كمان قناة سوبور وهيك القناة الرائعة والممتعة اللي عم تواكب كل الأحداث الحلوة. شكرا كثير نور، ينعاد على الجميع بخير وفرح يا رب. بكلمة أخيرة تحب تختم فيها حديثنا لليوم؟ أتشكركن كثير، هيك ننبسط كثير لما نشوف رسائل منكن إنه أنت عم تدعمونا أي نشاط، نحن جاهزين نغطي لكن نواكبكن، فبدي أتشكركن إلكن كثير، بدي أتشكر كل شخص صراحة
اليوم عم يلعب وعم بيقدم لحتى يوصل رسالة المسيح على هاي الأرض، سواء بكلمة سواء بعمل مسرحي سواء بصورة عم تطلع على مواقع السوشيال ميديا. فشكرا لكل حدا عم بيكون وسيلة أو أداة ليوصل يسوع لكل العالم. أكيد بدورنا كمان نشكركم لتعبكم ولجهودكم، ودائما شكرا تقدروا لكم. تسعوا لحتى تقدموا وتفرجوا العالم وتنشروا كلمة السيد المسيح. شكرا نور، وأكيد لوجودك معنا شكرا ولكل كثير. النقاط يلي ذكرته، وكمان للعمل اللي راح تعملوه. أكيد نحن كمان بالانتظار وراح نواكب كل الأحداث. شكرا كثير من فونيتا ولكي. شكرا. أهلا وسهلا، لو ما